متابعينا الكرام، اهلا بكم بعد الفاصل. ومعايا الدكتوره رانيا السيد، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب في القصر العيني جامعه القاهره. معانا النهارده فقره مميزه جدا، ما ينفعش برنامج نسائي ما نتكلمش عن مشاكل الستات، مشاكلهم، علاقتهم بزويهم، علاقتهم في الحياه الزوجيه. ما ينفعش يبقى معانا برنامج من النوع النسائي اللطيف ده وما نتكلمش عن المشاكل الخاصه بالنساء. معايا دلوقتي الدكتوره رانيا اللي هنتكلم معاها عن مشاكل التشنج المهبلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا ايه بيك. الموضوع ده يا دكتور وليه اخترتيه بالذات؟ اولا التشنج المهبلي دي مشكله مرضيه اسمها فاجينيزمس، يعني ده مرض عضوي تمام مش حاجه نفسيه زي ما بيتقال للناس. انت تمام للبنات انت عندك عقده نفسيه، انت عندك، لا دي مشكله عضويه، مرض اسمه فاجينيزمس، تمام وهو عباره عن تشنج في عضلات الحوض وعضله المهبل. طيب ايه علاقته بقى يا دكتور بالعلاج، يعني اللي هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي، الطب العلاج الطبيعي. هقول لك بقى، هو اصلا هي مشكله الفاجينيزمس على فكره هو كمشكله تشنج عضلات الحوض وعضلات المهبل، مشكلته ان هو بيبقى اتنين متجوزين فبيحصل صعوبه او عدم اصلا حدوث للعلاقه الزوجيه، تمام تمام، نتيجه لوجود تشنج جوه قناه المهبل تمام وفي عضلات الحوض اللي حوالين المهبل. تمام اخترته ليه؟ علشان طبعا الموضوع ده الناس عندهم صعوبة في، يعني انا بقول لهم على فكرة التشنج المهبلي عندي انا كعلاج ما هو صعب، على فكرة ده بيخلص تمام المشكلة في 3 ايام. يعني هو مفاجئ ولا بيبقى عيب خلقي في البنت ولا ايه بالظبط؟ هنقول بقى في الاسباب طيب بتاعته. تمام يعني عايزة اجاوب بس على السؤال الاولاني، انا اخترته ليه؟ لانه الموضوع طبعا يعني في بيوت بتتخرب، الموضوع بالظبط بيوصل لطلاقات وحاجات ويروحوا بقى في سكة تخصصات مش هما اللي هيعالجوا المشكلة. ومن ان البيت ما اتخرفش بيبقى فيه نوع من اللي بيسموه الطلاق الصامت، يعني ايوه بتلاقي فيه الصراعات مشكلة وده طبعا، صامت ودي الصراعات صامتة طبعا والدنيا بتمشي طبعا بس طبعا، بشكل مش ربنا لطيف. يعني جعل العلاقة الزوجية من الحاجات اللي بتهدي الجو الأسري، بالظبط فلما يبقى فيها مشكلة بتأثر على كل الجو الأسري. تمام. طيب الأسباب بقى المؤدية لكده ايه يا دكتور؟ التشنج المهبلي عبارة عن إنه في تشنج في عضلات الحوض وفي عضلة المهبل اسمها تمام البيوبوكوكسيجيس ماسل، دي بيبقى فيها تشنج. التشنج ده أسبابه ممكن تكون برايمري، برايمري يعني موجودة من الأساس، طب زي هي المشكلة إنها زي هي عضلة في الجسم زي رقبتها زي ظهرها، بس تمام عشان هي مش بتستخدم تمام غير ساعة الزواج تمام فالبنت ما بتحسش إن هي عندها تشنج في العضلات دي غير لما تيجي بعد تتجوز، الجواز. تمام تمام. تمام ده البرايمري. في سكندري اللي هو ثانوي، ده لما يكون عند يعني مثلا سمعت حاجة خوفتها فكانت بتعمل في الأول تشنج إرادي بإرادتها فأصبح لأنها بقى خايفة، ملازم، فبعد كده بقى لا الموضوع أصبح إرادي. في ملازم. مثال بشرحه للعيانين عندي في العيادة، بحب أشرحه لهم عشان بيبقوا مش متخيلين، واحد عامل عملية في كوعه، يا ابني افرد إيدك، لا أنا خايف 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 خايف، لا يحس يجي بقى بألم. بعد فعلا بعد العملية بشوية يجي لنا بتيبس في عضلة بقى من تشنج لا خايف ان هو يفرد إرادي دراعه. تحول لتشنج ملازم. تشنج إرادي تحول لتشنج لا إرادي، تمام فيجي فعلا يفرد دراعه هو فعلا خلاص ما بقاش خلاص عارف خد على يفرده كده. طيب ولازم حل نعمل له المشكلة ايه يا جلسات. دكتور رانيا؟ إيه؟ الحل، الحلول. الحلول بقى بحل المشكلة طبعا احنا بنعمل جلسات، الجلسات دي عبارة عن 3 ايام، الموضوع بسيط جدا، حلوة هو المشكلة في انهم يروحوا فعلا. لمين يعالج المشكلة دي، بالظبط المشكلة ان هم بياخدوا تخصصات تانية وليكن نسا، فدكتور النسا بيكشف عليها من ناحية النسا هي في هي الفسيولوجي مش سليمة، اي حاجه. هي سليمة تمام فعلا هو تمام وجهة نظره صح بس هي هل ما يبقاش سليمة. عنده خبره او درايه بالموضوع ده هو اللي في يوجهها دكاترة لدكتور العلاج الطبيعي؟ في دكاترة عندهم الفكرة عن موضوع تمام الفاجينيزمس او التشنج المهبلي وفي ناس لا، فاللي عندهم بيوجههم واللي مش يعني ما تمام عندوش فكرة عن الموضوع مش بيوجههم، طيب فاللي بيحصل ايه؟ انه العيان بيفضل يعني يلف 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 ويروحوا ومش للشيوخ عارف ايه ويروحوا الدايره مش فين. عارف تمام ايه بدايتها فين. ودكاترة، طيب كورس فلا العلاج بقى في 3 ايام عباره في عن ايه يا ثلاث دكتور؟ ايام عبارة عن اجهزة بتعمل ارتخاء في عضلات الحوض، مش يعني مش بترخيها خالص، لا دي بترجعها للنورمال تون المفروض الوضع الطبيعي للتون بتاعها. الطبيعي تمام بتاعها. تمام وفي جهاز جاي من الاتحاد الاوروبي، هما بيبقوا جلستين في اليوم، جلسه تمام على الحوض وجلسه على المهبل، وفي تمام جهاز من الاتحاد الاوروبي في بروب جاي مخصوص عشان الفاجينيزموس التشنج تمام المهبلي، بروب بتدخل جوه المهبل بتعمل توسيع. بتعمل مش توسيع لان التوسيع غلط، تمام بتعمل ارتخاء في عضلات ال اللي هو في النورمال زي ما حضرتك قلتي. تمام بتوصلها للنورمال تمام بالتدريج. تمام اول سيشن بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف، نطمن ان البروب
لوب عدت مكان العضلة اللي هو فيه المشكلة حلو كده. حلو تمام. الحاجة التانية نشوف على الجهاز قرايتين يقولوا لنا انه فيه زي ما فيه انقباض، احنا عارفين انه فيه انقباض بقى تمام فيه انبساط، فبنبقى متأكدين من النتائج. يعني تمام ليه؟ لانه الجهاز قال لنا فيه انقباض تمام وفيه انبساط، فالنتيجة بتبقى اكيدة خلاص واضحة. واضحة، لانه الجهاز قرا زي ما قرا انه فيه انقباض بيقرا لنا انه فيه تمام انبساط. حلو قوي. فاول سيشن بناخد قراية معينة، وبعد كده بننزل بالتدريج على 3 مرات لحد بنوصل للرقم اللي احنا حلو المفروض قوي نوصل له في 3 جلسة، وبنعلمهم البوزيشن، الوضع اللي يحصل منه العلاقة، لان الوضع التقليدي ما بينفعش في حالات التشنج تمام المهبلي. تمام وبنديهم فترة لانه معظمهم بيبقى عندهم مشكلة في الحمل، تمام لانه ما بيحصلش ما علاقة تمام بالظبط متأخرين، تمام. فبنديهم ايام التبويض وازاي يعني يحصل العلاقة في الفترة دي بحيث انه يحصل ان شاء طيب الله ده حمل السيشن بسرعة. الاول والثاني والثالث. في حاله يا دكتور، وده الطبيعي، ده الطبيعي ان مثلا كبيشنت مش هتتوجه لطبيب او هتقول ان الموضوع محرج شويه او يعني في مشكله، ما تجيش على بالها ان هي المشكله، هي المشكله ان في تشنج عضلي في المنطقه دي. طيب هل يمكن علاج الكلام ده من خلال مثلا محاضرات، يعني طرق مخصصه لا للاطباء زي حضرتك بصي، اونلاين مثلا، ولا لا الموضوع ده صعب؟ بصي، الموضوع لازم يتعمل له جلسات جلسات ومفيش علاج تاني غير الجلسات. يعني تمام. مثلا من الحاجات اللي المقترحه اللي اتقالت عن الفاجينيزمس ان احنا نعالجه بالبوتوكس. البوتوكس ليه اضرار كتيره جدا. اولا تمام. البوتوكس بيعمل مشكلتين. ايه بقى؟ المشكله الاولانيه انه ما بيحلش مشكله التشنج، يعني يروحوا يحقنوا البوتوكس يقولوا يا دكتور احنا حقنا بوتوكس وما وصلناش والموضوع زي لحاجه. ما هو تمام. ليه؟ لان هو حقن عضله المهبل وما يقدرش يحقن الحوض، ففضل التشنج هي المشكلة موجود. أصلاً من العضلة مع الحوض. الاثنين مع بعض فيهم تمام تشنج، تمام فبتفضل المشكله موجوده. فتيجي يقولها طب روحي بقى خلاص اعملي الجلسات. تمام طب ما كان يعني ايه، فاهماني، ما استفادتش حاجه في الفاجينيزم. حلو قوي. تاني حاجه انه ده بيأخر لها الحمل حوالي 8 شهور، لان مشكلة دي فعلا. ماده سامه اتحطت في الجسم، فممنوع انه يحصل حمل. الحاجه الثالثه انه الضعف في البوتوكس بيعمل ايه، بيعمل شلل مؤقت في العضله. زي ده ممكن تخدير كده يا يأثر دكتور بقى، شلل مش تخدير، كمان. هو بيعمل حاجه ده باراليزس في دائم العضله. بقى ولا مؤقت؟ لا مؤقت، تمام. دي مشكله ان هو مؤقت، الشلل ده يعني كل شوية مؤقت. احقن بقى بوتوكس. فكل تمام. شويه تحقن بوتوكس، بلس ان هو اصلا ما بيحلش المشكله، لان هو زي ما قلنا حقن عضله المهبل وساب وساب الحوض. الحوض، تمام دي فبتفضل مشكلة. المشكله قائمه حلوة قوي. وموجوده. طيب والحاجه برضو في عارض بيحصل مع بعض الناس اللي بيبقوا حقنوا بوتوكس، تيجي بعد حمل ولاده، خصوصا لو حصل ولاده طبيعيه، تمام يحصل ارتخاء في جدار المهبل، فتدخل في مشاكل السلس البولي ومشاكل من نوع اخر. يعني ليه سايد ليه افكت سايد مش افكت محبوب. على المدى تمام. البعيد وعلى المدى القريب ان احنا ما جبناش نتيجه، ان هو اعتقد مؤقت. الحاجات النورمال افضل يا دكتور بدل الحقن او كده، هو زي كل الاجهزه حاجه، اللي كل حضرتك حاجه بتقولي ليها عليها. علاج. تمام. كل يعني حاجه الجهاز هياخد وقته ويروح لحاله بالظبط، هما 3 جلسات بس خلاص. وخلصت القصه حلو جدا، ورجعناك يعني الموضوع لنور. مش في معضله. تدخل، في ناس تقول لها طب تعالي نعمل لك عمليه توسيع. فعمليه التوسيع دي بتبوظها ميزه، ان اولا بتبوظها ميزه ان الكونتور بتاعها ضيق، ده مفيد جدا في العلاقه الزوجيه تمام. ليها ولزوجها، فبتفقد الميزه دي، وفي الاخر ما حلتش برضو مشكله التشنج. ليه؟ يعني لان برضو المشكلة تفضل موجودة بعد التوسيع. ليه؟ ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ ما كل حاجه بالعلم. لان المشكله مش في الكونتور واسع ولا ضيق، المشكله في العضله فيها تشنج، فبتعمل التوسيع وبتفضل العضله متشنجه. يعني التوسيع نفسه مش في العضلة، هما صعب انه يبقى في العضلة. لا، ما فيش حاجه اسمها توسيع عضله، هو بيوسع الكونتور بتاع المهبل. تمام. فده لا، ما بيتو... ده مش هو ده المشكله، المشكله في التشنج اللي جوه العضله، فبتعمل التوسيع وتفقد الميزه اللي عندها ان هي كان الكونتور بتاعها كويس، وده بيفيدها وبيفيد زوجها اثناء العلاقه. حلو قوي. بتفقد الميزه دي وما لا بتحلش مشكله ده دي التشنج. مشكلة. إذا العلاج العلاج بالوسائل اللي فاضل حضرتك بس قلتيها حاجه الأمر ثالثه تمام أفضل. بتتعمل عشان نبقى قلنا للمشاهدين كل الحاجات اللي تخص الغلطات اللي ممكن تحصل عشان نبقى وجهناهم. في حاجه اسمها دايليتورز او موسعات، دي برضو من احد العلاجات الخاطئه. الدورز بيفك بس عقده انه حاجه تدخل جواها، لو هي من النوع اللي بتخاف انه حاجه تدخل تمام. جواها، لكن لكن ما برضو المشكلة بيعالجش، بتفضل موجودة. التشنج، لان هو تمام مش جهاز بيعمل ارتخاء، ده هو تمام حاجه صلبه تمام بتدخل جوه. إذن
إذن يا جماعة دلوقتي الحل بالجراحة مرفوض، بالبوتكس مرفوض، باللي هو الجهاز الأخري، احنا بنقول انه ده العلاجات ما خلال بيجيبش العلاج الطبي، نتائج. العلاج الطبيعي ده ده ما الأفضل. بيجيبش نتائج، تمام. هي تشنج عضلات، عضلة يعني نعمل لها ارتخاء. انا شايفه ان الموضوع مهم جدا يا دكتور، وانا افضل ان احنا نعرضه في حلقه تانية، لان الموضوع اعرض من وقت الحلقه. نورتيني جدا جدا يا ميرسي. دكتوره رانيا، وموضوع يعني انا شايفه ان هو غايه في الاهميه، وبيمس يعني شريحه كبيره جدا، وممكن بيوت تبقى مقفوله على كده، وممكن طبعا اصلا بيوت اتخربت بالاسباب اللي حضرتك ذكرتيها دي. نورتيني جدا الدكتوره رانيا السيد، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي القصر العيني، كانت معانا فقره مميزه جدا، نورتيني. ربنا يخليك.